نحن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نحن هنا. اليوم جولتنا مختلفة، اليوم في الفعاليات الصيفية وفي الفعاليات التي يحرص فيها الأندية على حفظ أوقات الشباب. اليوم حنا وياكم في الحفل الختامي لنادي همة الشبابي، خلونا نتابع هذا الحفل، خلوكم معنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، أرحب بكم وأرحب بالحضور الأكثر من رائع. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اليوم في هذا الحفل الختامي الذي نختم به برنامج ملتقى نماء الصيفي ونادي همة الشبابي الذي استمر على مدار الشهر الماضي، ولله الحمد أعداد كبيرة جدا في هذا الملتقى، ما يقارب 160 طالب في المرحلة الثانوية وأيضا قرابة 200 طالب في المرحلة المتوسطة. أيضا يسرني أن أعرض لكم عدد من المسارات التي تمت خلال الملتقى، ملتقى نماء وأيضا ملتقى أو نادي همة الشبابي، ومنها المسار التطويري وأيضا المسار التقني وأيضا المسار الترفيهي وأيضا المسار التحفيزي وأيضا المسار الرياضي، إضافة إلى ذلك المسار الاجتماعي والعديد أيضا من المسارات التي ينمي فيها الطالب مهاراته ويكتسب عدد من المهارات وأيضا عدد من الإبداعات من خلال هذه المسارات.
شركانا في النجاح، شركانا في هذا التميز هم جمعية همة للتنمية البشرية، ويمثلهم الأستاذ بداح القحطاني نشكره، وأيضا نادي الحي بمدرسة السليمانية يمثلهم الأستاذ الفاضل الأستاذ فهد العظامي، وأيضا لجنة التنمية بحي حطين ويمثلهم الأستاذ عبد العزيز رشود. ولا ننسى أن نشكر الأخوة الأفاضل من أدار والعمل في هذه الملتقيات، وعلى رأسهم الأستاذ أوس السحيباني مدير المشروع، وأيضا نائبه الأستاذ عبد الله العيسى، وأيضا الأستاذ ياسر الزكري في المرحلة الابتدائية، وأيضا الأستاذ يزيد النفيسة في المرحلة الثانوية، والأستاذ محمد الضباح في المرحلة المتوسطة. ولا ننسى أن نشكر كل من عمل في هذا الملتقى وهذا النادي، هم أصحاب الفضل المتطوعون المشرفين، شكر الله لهم أولاً وأخيراً. وأيضاً نشكركم أنتم على هذا الحماس وعلى هذا الإبداع، وفي الأول والأخير نقول لكم هذا إبداعكم، وبإذن الله نرى ترون النتائج الآن. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنور شق سنا في ليالينا، هنا المشاعر في أنقى مسالكها، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا. هنا الشباب ينمي كل موهبة علما وعزما وإتقانا على فينا، هنا نرتل آية الذكر نفهمه، في روضات الذكر تلقانا مقيمين، في روضات الذكر تلقانا مقيمين. الصيف أقبل والنادي ينادينا، والنور شق سنا في ليالينا، هنا المشاعر في أنقى مسالكها، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا. هنا نشق إلى الإبداع مركبنا، في همة جازت الجوزاء تمكينا، يا أيها الحفل حي الله طالعكم، المسك ضوع بالأفراح ودينا. الصيف أقبل والنادي ينادينا، والنور شق سنا في ليالينا، هنا المشاعر في أنقى مسالكها، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا. الحمد لله لولا الله ما غمرت سحائب الخير والتوفيق نادينا، يا ربي بارك بنادينا ومجمعنا، قولوا أحبتنا في الختم أمينا، قولوا أحبتنا في الختم أمينا. أقبل والنادي ينادينا، والنور شق سنا في ليالينا، هنا المشاعر في أنقى مسالكها، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا. هنا الشباب ينمي كل موهبة علما وعزما وإتقانا على فينا، هنا نرتل آية الذكر نفهمه، في روضات الذكر تلقانا مقيمين، في روضات الذكر تلقانا مقيمين. الصيف أقبل والنادي ينادينا، والنور شق سنا في ليالينا، هنا المشاعر في أنقى مسالكها، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا، صدقا وحبا وإفصاحا وتبيينا. هنا نشق إلى الإبداع مركبنا، في همة جازت الجوزاء تمكينا، يا أيها الحفل حي الله طالعكم، المسك ضوع بالأفراح ودينا. الصيف أقبل والنادي
قسنا أم في ليالينا هنا المشاعر في أنقى مسالكها صدقا وحبا وإفصاحا وتبينا صدقا وحبا وإفصاحا وتبينا الحمد لله لولا الله ما غمرت سحائب الخير والتوفيق نادينا يا ربي بارك بنا دينا ومجمعنا قولوا أحبتنا في مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في هذا الحفل ونسعد باستضافة الأستاذ عبد الحميد المهوس رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحي الربيع. أهلا وسهلا أستاذ عبد الحميد. أهلا وسهلا حياكم الله جميعا يا مرحبا. أولا مباركين هذا الختام ونشكر لكم هذا الجهود. حدثنا عن الأنشطة والبرامج في هذا الصيف. حياكم الله. في البداية نحمد الله على التمام في نهاية هذا الملتقى ملتقى نماء الصيفي وملتقى نادي همة الصيفي الشبابي بتنظيم لجنة التنمية الاجتماعية بحي الربيع وأيضا لجنة التنمية بحي حطين وأيضا جمعية همة للتنمية البشرية. حدثنا عن الآلية التي تم العمل عليها، ما هي أبرز البرامج والأنشطة التي حدثت في هذا الصيف؟ ولله الحمد من بداية الشهر وهو شهر شوال بدأ التسجيل وانطلق الأعداد في المرحلة الثانوية والمتوسطة والجامعية والابتدائية بعدد يفوق الأكثر من 400 مشارك، كان من خلالها عدة مسارات، مسار التدريبي والتطوير ومسار التقني والترفيهي والرياضي وعدد منها الكثير. أكيد أبرز ما حرصتم في التركيز عليه في خلال هذا الصيف، الأكيد أن كل الأندية والبرامج الصيفية تحرص على حفظ وقت الشباب، لكن لابد أن هناك نقطة معينة تم التركيز عليها. صحيح، نحن في البداية يعني وضعنا على عاتقنا هو تطوير وتنمية قدرات ومهارات المشاركين معنا في الأندية، ولله الحمد خرجنا بعدة مسارات وعدة دورات تدريبية استفاد منها المشاركين. بالتأكيد أبرز ما لاحظتم ما يتفاعل معه الشباب خلال هذه الفترة، أبرز ما رأيتموه تقبلوه وحرصوا على المشاركة فيه. ولله الحمد التنظيم كان رائع من بداية النادي، ولذلك كانت أغلب البرامج يعني تفاعل معها كبير جدا، إضافة إلى ذلك البرامج الرياضية والترفيهية تستهوي كثير من الشباب، إضافة إلى ذلك عدد من البرامج المهارية الجديدة والبرامج التقنية الجديدة والدورات التي تواكب السوق، وأيضا ولله الحمد يعني كان الإقبال على الدورات التدريبية النوعية هي من تستهوي الشباب. بالتأكيد إذا سمحت لنا أستاذ عبد الحميد بشكل عام على مستوى لجنة حي الربيع هذه الجهود مشكورة سواء في هذه الأندية أو غيرها، هل هناك خطوات أو برامج قادمة في الفترة القادمة؟ نعم، اللجنة حريصة جدا على تطوير السكان الحي حي الربيع وأيضا الأحياء المجاورة له، لدينا خطة عمل وبرامج تستهدف كل شرائح المجتمع من رجال ونساء وأطفال والبنين والبنات. على مدار السنة لدينا عدد من البرامج التطويرية وأيضا المهارية وأيضا الاجتماعية بحكم مسمى لجنتنا لجنة التنمية الاجتماعية بحي الربيع. أستاذ عبد الحميد المهوس شكرا جزيلا لظهورك عبر شاشة المجد. العفو، وأنا أقدم الشكر لكم على هذه التغطية الأكثر من رائعة، قناة المجد دائما تتحفنا بتعاونها اللطيف مع عدد من الجهات، شكرا لكم. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام ونسعد باستضافة أحد الطلاب المشاركين في هذا النادي. نعم معنا الطالب محمد الغفيلي، أهلا وسهلا فيك. أهلا والله، السلام عليكم ورحمة الله أخباركم. كيف شفت النادي وكيف مشاركتك فيه؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. النادي نادي همة الشبابي اللي طرح في الجائزة الصيفية كان نادي جدا جميل، يحتوي المرحلة الثانوية من الأولى إلى الثالثة، نادي جميل جدا فيه
يستطيع الشخص فيه إفضاء جميع مهاراته من ناحية اجتماعية، من ناحية مثل ثقافية، من ناحية رياضية. لك الحرية في إفضاء جميع ما تمتلك من قدرات وطاقات. أبرز شيء لفت انتباهك وحسيت أنه لبى رغباتك هنا في النادي؟ النادي عندك فكرة، مثال عندك رأي، عندك أي شيء تبغاه، مثال من فكرة تبغى تقول، تصميم، طريقة، مثال طريقة تقديم حفل اجتماعي، مثال تقديم طعام، تقديم كل شيء مهيئ لك. أخرج جميع طاقتك الموجودة عندك بشتى أشكالها، بشتى مجالاتها، ومعهم بعد جميع الأمور اللي تساعدك على إقامة هذه القوة اللي بداخل الكسر. وش أبرز شيء تشوفه تم توفيره من قبل إدارة النادي وحسيت أن لبى رغبات الشباب؟ جميل، كل شيء تبغاه تقريبا موجود، سواء أردت مثال تصميم شعار، أردت تصميم مرفع، لا من ناحية تحفيزية، لا من ناحية مادية، لا من ناحية إدارية، كل الأمور اللي يتطلبها الشخص بإنتاج فكرته وإنتاج إبداعه هذا موجود عند اللجنة، وموجود عند المشرفين، وموجود عند مشرفي الأسر. ممتاز. يعني يوفروا لك برنامج تصميم مثلا مثل ما ذكرت؟ يوفروا لك بعد دورات مهيئة ومعها شهادات تقيم فيها إلى أن تخرج مصمم، أو تخرج مثال فيك روح هندسة، أو فيك روح ترتيب، فيك روح جميع ما تتمنى أن يكون فيك. طيب على مستوى زملائك الطلاب، وش تشوف أكثر شيء كانوا مقبلين عليه؟ عندك مجالات كثيرة، فكل شخص بيقبل على مجال. فيه عندك دورات تطرح متنوعة لكل مجال شخص ينتمي إليه، لا من ناحية مثال دينية أو مثال علمية أو من ناحية ثقافية. يعني عندك دورات مثال تطوير النفس، دورات تدبر، دورات كشافة، دورات تعلم اللغة، دورات هندسة، دورات إلى آخر، دورات عن الحاسب إلى آخر. كل شخص يتجه للمجال المناسب له. طارق محمد الغفيلي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. جزاك الله خير ومتشرفين بلقائك. مشاهدينا الكرام، مثل ما شاهدتم انفض الحضور بعد هذه الأمسية المميزة. شاهدنا وإياكم الحفل الختامي لأنشطة نادي همة الشبابي، هذا النادي المميز الذي كان مميزا بفعالياته وأنشطته. ونحن نلقاكم في مواعيد قادمة في أمان الله. No.